وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. والنهارده طبعا بدا بقى الشتاء والدنيا تسقع شويه، ونعمل مع بعض الايه؟ الكرنب. ده بقى طبعا الكرنب والعدس دول من الاكلات اللي هي رسميه، هي اكلات رسميه في الشتاء، كرنب وعدس. فهنبدا النهارده وهنعمله بأبكر طريقه مع بعض، يعني النهارده هنعمل بطريقه وهنعمله طبعا كتير جدا. طبعا الكرنب مغذي جدا جدا، مش حكايه ان هو بيتخن بس، يا لا احنا هنعمله بطرق ان هو ما يتخنش اصلا. بحيث ايه اكتر حاجه تخلي الكرنب ما يتخنش؟ هو ايه اللي بيتخن في الكرنب؟ ايه اللي بيتخن فيه؟ الزيت نحطه فيه كتير، والطماطم بنكترها برده قوي، والرز، وطبعا اكتر حاجه الرز. لو احنا عوضنا بدل مثلا ما احط رز كتير احط خضره كتير، احط اي نوع خضار كتير، هتلاقي الموضوع هو هو نفس الطعم بس بيبقى ايه؟ اخف شويه. يعني كان الاول يعمل لك ايه؟ يا دوبك لفه الورقه دي، لفه ورقه الكرنب، هي لفه لفه واحده بس، يعني صباع يبقى كده مثلا، ولف الرز كل رز كده بالخضره بس، الرز طبعا اكتر حاجه، ولفه الكرنب نروح لفها ايه؟ لفه واحده. لا مش هنعمل كده، انت الاحسن لفيها كذا لفه. طبعا ده للي عايزين يعملوا دايت، يعني اللي عايزين ياكلوا محشي براحتهم بس ما يتخنوش. هنقلل الزيت، هنكتر الخضره، ونقلل الطماطم كمان. فطبعا احنا لما نكتر الخضره والبصل هتلاقي موضوع الرز بقى ايه؟ بقى قليل جوه المحشي، مش هتخن خالص ان شاء الله. يعني هي اكتر حاجه الماده الدهنيه والرز دي اكتر حاجه، والطماطم يعني في المرحله الثالثه خلاص. فدلوقتي احنا عندنا كرنبه. كرنبه دي هنعوز لها ايه؟ ايه الحشوه؟ رز، طماطم، هحط جزر، حبة جزر كويسين عشان قبلها خضرة، بصلة كبيرة، خضرة، شبت، بقدونس، كزبرة برضو كتريها خلاص، ثوم، كمون. النهاردة بقى مش هتبقى النهاردة يعني فيها دايت خالص، فيها قشطة النهاردة بقى، هنحط على وشها قشطة، دي طعم كتير جدا. طبعا ارياف كتير عارفين الطريقه دي، بس احنا هنديها لها النهارده للمحافظات واللي بره مصر الطريقه دي عشان هم يبقوا عارفين. في الارياف لا كتير عارفين الطريقه دي، انما احنا كمحافظه القاهره مثلا او المحافظات اللي فيها مدن او بره الدول العربيه ما يعرفوش طريقه القشطه دي قوي. فهنعملها مع بعض دلوقتي، هنديها طعم كده ايه يعني، عشان احنا لسه هنبدا، انما لما نكتر لا هنشيل القشطه بقى وهنشيل الزيوت وهنشيل كل الكلام ده. فدلوقتي هبدا انا مثلا عايزه اطلق الكرنبه دي، نجيب حله كبيره قوي فيها ميه، وبعد اكبر حله عندي، وبعدين اجيب الكرنبه، ما تجيبهاش كبيره قوي، خليها في الحجم الوسط، يعني حلو قوي الحجم ده، مش ده معقول قوي، ده يعمل لك حلتين. بصوا بتطبل ازاي، يعني ايه بتطبل كده؟ يعني مش مكبوسه، لو مكبوسه مش عارفه اطلعها، هتلاقي كلها داخله ورق جوه بعض، ورق جوه بعض، ما اعرفش ان انا اطلعها، لازم تبقى مهويه شويه كده زي البطيخه بتطبل كده ماشي. طيب انا دلوقتي عايزه ايه؟ في كذا طريقه. في طريقه ان احنا بنقطع الورق ونفكها من بعضها ونسلقها حبه حبه ماشي، وفي طريقه ثانيه بيقطعوا الورق ويقطعوا كمان مكعبات كده ويسلقوه صف صف، وفي طريقه ثالثه واللي هي اصليه خالص ان هو بيسلقوا الكرنبه كده سليمه، بس طبعا لازم ايه؟ يحفروها. يعني ايه يحفروها؟ اقول لك دلوقتي. يعني نمسك الكرنبه كده، طبعا نقطع راسها اللي هنا دي كده، وبعدين نبدا ايه؟ نجيب من هنا كده نقورها من هنا، نشيل الراس مع العيدان السميكه شويه كده. دي بقى لو احنا ايه، طبعا انا بعمل في الطريقه دي لما تكون الكرومه مش كبيره قوي، لو انا عايزه اعمل بقى كرومبه كبيره لا لازم افكها، عشان مش هتلاقي عندك حله بالكبر اللي انت يعني بالكبيره قوي قوي دي، انما لا في مثلا عندك مقاسها، الحله مقاسها يبقى خلاص ايه اعملها سليمه يبقى احسن برضو. اسلك كده الايه؟ الراس كده كده كده، طلعت الراس بتاعتها وبقت ايه؟ محفوره من النص، بحيث الميه تخش من هنا، الميه تخش منين؟ من الفروع دي كلها فتسويها. دي اسهل طريقه ماشي. هاخدها الاول كده مره كده ومره على الناحيه الثانيه. في بقى كمان، لا لسه الميه ما غليتش، لازم الميه تغلي، فهسيبها تغلي، خليها تغلي ودي جنبها كده. طيب في بيعملوا ايه؟ بيبدا كده نحط الكرنبه الناحيه دي شويه، وبعدين نقلبها كده والميه بتغلي، نبدا نفك ورقه ورقه ونشيلها وهي على النار. كده بس لما تغلي دلوقتي هقول لكم، يا اما نعمل كده ونقلبها الناحيه الثانيه ونطلعها كلها نلاقيها كلها استوت مره واحده كده.
اوكي. طيب نيجي بقى دلوقتي هخليها بس الميه تغلي وبعدين ايه. طبعا في ناس بتحب تاكل راس الخصايه دي، راس اللي اسمها ايه كرومبا، كتير ناس بتحبها كتير يعني. بس انا عايزه اقول لكم ان هي كانت زمان كانت بالنسبه لنا حاجه حلوه قوي، مش عارفه ليه ما بقيناش نحبها دلوقتي. يمكن الاطفال بيحبوها، جربوا كده قشرها لهم، طعمها حلو على فكره جدا ومغذيه جدا برضو. طيب نيجي بقى دلوقتي نعمل ايه، نعمل الخلطه. الخلطه دي عباره عن ايه، الحله دي سخنت هي كمان زي ما قلنا. اسهل بقى برضو طريقه بعملها خفيفه شويه بيها، انا كفايه القشطه اللي هحطها لها دي، انا هسقيها شرب او هسقيها ميه، كل واحد حسب ما بيحب. خلاص خليها برضو جنب الكرنب هنا. انا عندي بصل وثوم وطماطم، هعمل برضو خليها كده حاجه خفيفه شويه. شكل الطماطم هتغلى ولا ايه؟ خلي بالك لان شكلها كده ما دام بتبوظ شويه كده بتحس ان هي هتغلى بقى. فالطماطم ما تبقاش سعرها كويس، يا ريت تخزنوها بقى. يعني هقعد اجيب لها 10 كيلو كده ولا حاجه ويصلصها على النار، يعملها صلصه ويشيلها في الفريزر. معانا نهد، اهلا وسهلا. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا رب دايما يا رب. انت حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله، الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله يا الحمد لله. انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله بخير، الحمد لله يا رب دايما. قولي لي ليكي اي سؤال. مش مخلينا عايزين حاجه الصراحه. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. الله يكرمك يا رب. كنت عايزه ابعت تهنئه لحفيدتي. اتفضلي. ابعت تهنئه لجمانه. ايوه. واقول لها كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه، هي عندها 4 سنين دلوقتي. ما شاء الله، عقبال كده مش فيها عروسه. ان شاء الله على خير. شكرا جدا ليكي. نجيب بقى الطماطم. انا بعمل لكم دلوقتي بالطرق الايه؟ الخفافي شويه. طبعا هي المفروض ان انا بجيب البصله واقطعها واشوحها على النار وبعدين احط لها الطماطم. لا انا بعمل الدش ايه، خفافي حبه. يعني عملنا قبل كده الطرق دي، ابدا ان انا نعمل طريقه خفيفه. معانا ام ابراهيم، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك مدام نجلاء؟ ازيك يا ام ابراهيم، عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا مدام نجلاء والله. بقول لحضرتك ايه؟ اموري يا حبيبتي. عملتي من فتره كده الكيس كيك بس بالمانجا، بس انا مش لاقي الجيلاتين اللي بتحط فيه، ممكن اعمله من غير الجيلاتين؟ ممكن تعمليه بالجيلي. الجيلي؟ باكو الجيلي بتلاقيه موجود في كل حته. ايوه. ممكن تحطي بدل الجيلاتين حطي جيلي. ماشي ماشي. طب انا عايزه لو سمحتي العيش الكايزر اللي انت عاملاه امبارح. حاضر، مني كايزر. حاضر، شكرا ليكي. بص كده حط بقى شويه ميه. انا كده حطيت ايه، طماطم بصل ثوم كله في الخلاط. دي الطرق الايه الخفيفه، يعني مش لازم اسبك قوي. اطحنها قوي قوي عشان البصله كمان تتهري. كده خلاص. اجي بقى هنا اعمل بايه، هعملها بالزيت او السمنه، بس انا بحب المحشي اصلا بالزيت عشان لما يبرد ما ايه، ممكن يتاكل برد عادي، ما تلاقيش السمنه عملت فيها ايه زي طبقه كده. الخبز معانا اهو، الميني كايزر اللي كان امبارح موجود اللي هو باللبن والزبده والعسل اللي عملناه شكل الميني كايزر. بصوا بقى شويه زيت كده، مفيش بصل بقى ولا ثوم ولا حاجه، عصير الطماطم على طول هروح منزلاه على الايه، على شويه الزيت دول. معانا لمياء، اهلا وسهلا. ناديه. طيب يا ناديه. صباح الفل. صباح الفل عليك، ازيك؟
ايه يا حبيبة قلبي، انا عمال اقول الو الو، ايه الجمال ده النهارده؟ مش سامعاك، ازيك اخبارك ايه؟ انت عملتي في نفسك ايه عشان خسيتي كده؟ قولي لي بقى الصراحة. لا إيه هو الجمال ده؟ هو اللبس اللي بيمط ويجي لوحده. لا 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 لا، الله اكبر، ما شاء الله، الله جميلة، بسم الله ما شاء الله، الله يكرمك يا إيه؟ الله يخليك، الحمد إيه أخبارك؟ لله الحمد لله إيه والله. النهارده بقى الكرنب بقى شفتي منتهى الجمال، الدنيا مسقعه شويه معاه النهارده. لا لا، وحاجاتك بسيطه وجميله، احلى حاجه ان انا بطلت افكر هاكل ايه بكره، هاكل ايه بكره. الحمد لله الحمد لله. اه والله العظيم يا مدام نجلاء، ربنا يعلم بصراحه يعني. الله يكرمك يا رب. انا عملت الحواوشي بتاع اللي هو الخضار بمنتهى الطعام، تصدقي؟ طب الحمد لله الحمد لله. والله تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يكرمك. وانا انا طالبه منك البرازق، ممكن؟ البرازق حاضر، عايزاها طريقتها ولا عايزاها نعملها؟ يا ريت تعمليها، ممكن؟ اه طبعا طبعا، تتأمره. خلاص كده اهو، انا قلت خلاص العيش اللي كانت اكيد صورته بقى له كتير محطوط، شكرا ليكم جدا. اوكي طبعا، انت كل مقادير العيش اللي انتوا شايفينها دي طبعا اللي انتوا شفتوها دلوقتي بتتعجن كلها مع بعض، وبعدين بسيبها تخمر، وبعدين زي ما شفت لي كده ابدا ان انا اقطعها كور صغنونه جدا، واروح احطها تخمر تاني، وبعدين ادهنها بالبيض وارش عليها السمسم وادخلها الفرن. بتبقى زي مني لقيمات صغيره خالص كده، دي بتبقى شيك جدا. ماشي، انا كده حطيت بقى ايه دلوقتي، حطيت اهو يا دوبك شويه زيت، ورحت حاطه الطماطم مع البصل مع الثوم اتضربوا في الخلاط، ورحت منزلهم حطيت ملح وفلفل وكمون، ملح فلفل كمون، ممكن نحط شويه شطه او ممكن نحط فلفل حامي. دي شويه شطه معانا. دينا اهلا وسهلا. الو الو، ازيك؟ ازيك مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ تمام والله، تسلمي. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ تمام والله، تسلمي على كل حاجه حلوه بتعمليها. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك، وميرسي لذوقك في الرد وذوقك في شياكتك وفي كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله، ربنا يخليك يا رب. تسلمي، جميل يا حبيبتي، الله يكرمك. بعد اذنك بس انا كنت عايزه اعرف، عايزه اخزن طماطم اعملها صلصه، اعملها ازاي؟ لو هجيب 10 كيلو طماطم اعملهم ازاي؟ هتعصريها زي ما عصرناها في الخلاط كده، بس طبعا من غير بصل ولا ثوم، وبعدين بتحطيها على النار مع شويه زيت صغيرين، وتخليها تغلي بس، اكتر من كده مفيش. تغلي بقى وتخليها ايه، تنقص خالص، هتلاقيها الكميه ال 10 كيلو دول بقوا زي 2 كيلو كده بس، بتلاقيه كل ده بخار ميه طلع، وبقى في حبه صغيرين، سيبيها تبرد تماما، وبعدين قسميها في اكياس حسب انت بتعوزي قد ايه في الطبخه، وتروحي حطاها في الفريزر. تمام. طيب انا لسه برده الميه ما غليتش، فطبعا لازم اسيبها تغلي. طب انا دلوقتي هطلع فاصل، وهنرجع نكمل المشي بتاعنا بعد الفاصل. وفاصل ونواصل، ورجعنا من الفاصل. دلوقتي بس اشوف اخبار الايه، الميه غليت اهي، ماشي. ممكن نحط نجيب لها شويه كمون، بس كمون عشان ريحه الكرنب، كمون حصى او كمون عادي، يعني ما عندكش، هو طبعا الاحسن الكمون حصى، ما فيش كمون حصى، في كمون عادي شغال يعني، مش هيقول لا. ماشي، شويه ملح صغيرين كده، راح حاطه بقى الكرومبه. بسم الله الرحمن الرحيم، اشربها بس شويه كده. الكوبه شفان يا ولاد، هات لي كم كبشه كده. انا عايزه اسقيها شويه ميه بس كده هنا، ماشي. هقلبها على الناحيه الثانيه، وبعدين بقلبها على الناحيه دي بعد كده. تشرب براحتها بقى، ماشي كده. في بقى بنعمل ايه، كل ما تستوي ورقه نبدا ايه نشيلها بالشكل ده، وفي لا نسلقها كلها على بعضها ونشيلها، هي مش هخبط اصلا يعني، كله كده الميه دخلت جوه اهي. انا عملت كده، كنت هقلبها الاول شويه كده وشويه كده، مش مشكله، كده كده الميه دخلت جوه، هتغلي غلوتين وهروح شايلها خلاص. طيب نيجي بقى هنا، الصلصه اللي بعملها بتاعه المحشي اللي فيها البصل والثوم،
هي كده غلت يعتبر نزلت النص. احط الجزر شويه الجزر كويسين، شويه بقدونس كزبره، كل ده هو على النار. برضو ما سبكتش قوي، لو تحبي اظبط بس الملح عشان الرز اللي نازل، لو تحبي تحطي معلقتين صلصه عليها لو انت عايزاها لونها غامق حطي. وادي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، كميه الرز اللي انا ايه عايزه اعملها، عايزه اعمل نص كيلو، عايزه اعمل اكتر، عايزه اعمل اقل، زي ما تحبي. واقلبها على النار تقليبه واحده كده بس كده، ايه تشرب شويه من صلصه الطماطم دي. معانا مين؟ ملك، مين يا ولاد؟ اهلا يا ملك. الو الو، ازيك يا ملك؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا اول مره اتكلم على فكره. يا اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا. انت عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. ليك اي سؤال يا ملك؟ اه، كنت عايزه اسال حضرتك على الكب كيك، بعمله بس الوش بتاعه بيطلع ناشف قوي. وش الكب كيك؟ اه، انا عملت اللي هو الكب كيك اللي هو بس من غير لبن، اللي هو بس بالبيض والفانيليا والسكر، وحطيت الربع دقيق، الطريقه اللي حضرتك كنت عاملاها قبل كده والشوكولاته. ده ايه ده؟ ده كان ايه؟ دي كانت كب كيك؟ اه مش عارف. ولا كانت براونيز ولا كانت ايه؟ ما انتش دخلتش في البراونيز كده بتهيألي، مش الكب كيك. الكب كيك لازم تحطي له لبن زي كيك عادي. واخده بالك؟ يعني انت ممكن تكوني خدتي طريقه مش كب كيك، طريقه حاجه ثانيه. خدتها غلط صح؟ ايوه، انت خدتيها حاجه ثانيه. ماشي، لا هطلع لك الكب كيك. بصي هي مقادير بتبقى محفوظه قوي، بس برضه حب ما فيهاش اي حاجه، يعني مجرد هي كوبايتين الدقيق دول بصي بياخدوا لبن كتير، عشان كده طلع معاكي ناشف قوي، يعني بياخدوا حوالي كوبايه لبن، كوبايه لبن ونص كوبايه من الزيت واثنين بيضه ومعلقه بيكنج باودر كبيره. ماشي، فشوف دي كلها حاجات مش قليله، واثنين بيضه او ثلاثه بيضه كمان. طبعا لا، عشان كده طلعت معاكي ناشفه، انا استغربت برضو. بصوا كده بس ابرد ده شويه. طبعا المفروض طبعا دي بقى تكون ايه بتتسلق اهي، اقلبها شويه كده الناحيه دي كمان. معانا ام زياد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ ربنا يخليكي، انا من زمان والله عايزين نكلمك بس ما جاتش فرصه. يا اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ احنا عملنا اللانشون وبنعمل كل الحاجات اللي انت بتعمليها. تسلم ايديكي يا حبيبتي، تسلم ايديكي. ربنا يخليكي، واللانشون عجب ولادي قوي والله، وعملته انا وعمتي وكان جميل. ما شاء الله ما شاء الله، يا رب دايما يا رب حبيبتي، رب دايما. تسلم ايديكي. لينا سؤال بعد اذنك؟ اه طبعا، اتفضلي. كنا عايزين نعرف طريقة التومية واحنا بنعملها بنحطها على ايه؟ على يعني ايه على ايه؟ تخزنيها في ايه قصدك؟ انا بستعملها في ايه يعني؟ لا دي بتبقى زي سلطة كده، التومية دي زي سلطة الطحينة، زي سلطة زي المايونيز، زي الكاتشب، بيستعملوها كده زي اي سلطة. بصوا كده شوية بس تعمل كويس كمان اهي، انا بفرطها اهو اهي كده، تتفرد بقى كده. واروح ايه اول ما الاقيها طريت معايا، لازم تستوي عشان ما تبقاش مجلده معاكي، اروح شايلاها من على النار. تمام كده؟ طبعا كل ما بشيل ورقه بتلاقي الورقه التانيه على طول بتلمسها الميه وتبدا ان هي تستوي كده. طبعا بتبان ان هي مستويه ولا لا، تبقى طريه كده دبلانه، اذا كنت دبلانه مش ماسكه نفسها وزي الطازه، لا بتدبل كده اعرف ان هي استوت كده. استنى عليها حبه صغيرين. ماشي، بعد طبعا ما اعمل كل الكميه دي، انا بس عشان جايبه ورق برده مسلوق عشان طبعا الوقت معانا، هي بالشكل ده كده مثلا. خلاص بس بسم الله الرحمن الرحيم، تكينه
سخنه. تمام، نطلع بس جزء عشان نبدا نحشي بقى ايه المحشي بتاعنا. ادي كده اهو كده، وتروح حطها في المصفى وشطفها شطفه تحت الحوض كده، وابدا افتح دي كمان كده. يا انا مش بشدها، وانا بالروح هي لوحدها ما بتدبل، بتروح سايبه بعضها وخارجه بره الكرومبه بالشكل ده. تمام كده، نيجي بقى هنا اصفر. اصفر ازاي؟ عايز محشي اصفر. بصوا كده هشيل منها العروق بالشكل ده، بناخد نجيب الكرومبه ونشيل منها العرق من النص. خلاص يعني لازم اوريك واحد تاني، استنى اهي. ناخد مثلا كده، محبش انا الشغل الناقص ده. ناخد كده نشيل العرق ده كده. تمام اهي كده، العرق ده بقى بنحطه تحت الايه؟ تحت الكرومبه. ماشي اهي كده اهي، كمان واحده افتحها كده، وروح شايلين منها الايه؟ العرق اللي في النص ده كده. طبعا احنا يعني المصريين فظاع في المحشي صراحة، ما شاء الله يعني بيعملوا محشي بطريقة رهيبة جدا، وعندنا أساتذة، وكل واحد بتهيألي العرب كلهم عندهم خبرة المحشي، بس أكتر حاجة الكرنب ده في مصر يعني، وكل واحد تلاقيه ليه تكة معينة في المحشي بيعملها، كل واحد ليه سر كده يعني. آخر سر لسه واصلني، بنحط كربوناته على في المية وهي بتتسلق علشان العرق ده يطرى. قلت لهم ماشي ابقى جربوا بقى. قبل ما اعملها جربها الاول. طلع كده وانا بشتغل. ماشي هعيد حلقة المحشي. اهي كده. ووسع. هي بتاخدش وقت على طول بتتسلق. طبعا كل ما بنخش جوه الكرومبه بيبقى ايه مده السلق اقصر، لان الورق اللي جوه بيبقى اخف. بصوا انا عملتها ازاي، شلت منها الورقه طبقتها المها كده اهي، وراح عاملاها كده. خلاص نيجي بقى هنا، دي الطرق التقليديه كده. نجيب شويه من ايه، من الخلطه دي، مش عايزين نكتر بقى رز زي ما اتفقنا، ونلف عليها كده ايه كده عشان ما نتخنش، عشان ما نتخنش. بقول كنت اهو كده. بصوا سهله خالص بقى الطريقه دي جدا يعني، اهي كده ونلف كده. ماشي اهي كده، نجيب سلوتيب وانا عامله كده. ماشي كده اهو. معانا سمر، اهلا وسهلا. الو ازيك يا سمر؟ بصراحه طريقه البيتزا. بيتزا حاضر يا سمر، حاضر كده نعملها بقى ايه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، صباع كده طويل، ونبدا نحط فيه الرز ونلف، ونلف لفتين كده ثلاثه، ما نلفش لفه واحده وخلاص اهي كده. تمام اهي كمان. معانا ام يحيى، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك بقى؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. حضرتك انت؟ الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليكي. اموريني انت منوره التلفزيون والله. الله يكرمك يا رب، منور بوجودكم والله. بص يا حبيبي هقول لك على عمايل الصلصه، القوطه اللي في المدام اتصلت عليها. اتفضلي. بدل ما تعملها في الخلاط وتاخد وقت كتير على النار، بتروحي جايبه القوطه وتروحي بس تشيلي العنق الاخضر منها وتحطها بحالها كده في حله وحبه ميه صغيرين، وتسيبيها هي هتستوي كده حلو. بعد مش بتاخد وقت، وبعدين تروحي دلقها في مصفى وتسيبيها تنزل الميه كلها، وهتروحي ضربها في الخلاط وتصفيها وتشيلها في اكياس. طيب جميل جدا، بتبقى صلصه جميله بقى، ما تاخدش نار زي ما تقعدي تضربها في الخلاط وكده. طيب الله ينور عليك، طريقه جميله اهي، ان احنا بنحط الطماطم على النار في الحله، تشيلي بس ايه اغسليها كويس، وتروحي حطها مع شويه ميه صغيرين، هي هتنزل ميه لوحدها كمان اكتر كمان،
وتصفي منها الميه بعد كده نزلت دي كلها. بس انا يعني الطريقه دي ممكن بقول بنفضي منها شويه فيتامينات، بس هي كده كده بتفضي منها، بخار الميه اللي بيطلع منها برده بيفضي شويه فيتامينات برده منها، فما فيش مشكله. شكرا جدا ليكي، طبعا عندنا ما شاء الله خبرات هايله جدا. شكرا جدا. تمام كده خلاص عملنا كل المحشي. طبعا يعني ممكن يكون طبعا زي ما انت عايزه تعملي بقى الصباع ده على 2 على 3 صغاري كبري زي ما انت عايزه. تمام كده، ممكن انا مثلا ايه لا ده كبير كده راح اقسمه على 2، ما عنديش اي مشكله عادي جدا. ماشي، وهنعمل مثلا حله هنا، طبعا دي ميني حله بس طبعا هنعمل حله اكبر من كده، ونروح راصين فيها المحشي كده. كل واحد بقى ايه الكبيره اقسمي الاثنين مفيش اي مشكله. تمام وهروح ايه مديها شوربه او ميه واحطها على النار كده اه ميه منوره، هديها شوربه بقى ايه مش كتير. ماشي يعني مش هغطيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مثلا حله زي كده تاخد لها كوبايتين شوربه. وبرده ما قللش قوي، ما قللش قوي ليه؟ لان انت لو قللتي هتلاقيها جلدت معاكي، هتلاقي الورق نشف كده. لو لقيتيها ما شربتش الشوربه بتاعتها هزيها بس شويه كده عشان يتخلل الصوابع دي تروح نازله جواها الايه الشوربه، واسيبها بقى تغلي على كده. اوكي طلع بس كام ورقه دول كمان كده اهم، بصي كده زاد مني ورق، اعمل بيه ايه؟ اروح مقطعاه كله زي ما انتم شفتوا كده، اللي انا عملت الرول اللي انا عملته ده، واروح حاطاه في اكياس وهو زي ما هو كده صوابع صوابع كده، زي ما مثلا عملت ايه الكرنبه، فالحله دي اللي انا خدتها خدت مني تلت الكرنبه، يبقى فاضل لي تلتين اقسمهم على كيسين. انا عارفه خلاص انا كده هاخد 100 كرنبه، تقضيني مرتين تقضيني ثلاثه زي ما بتحبي بقى خلاص. يعني مثلا اهو مقطعاها كده بالشكل ده، هروح جايه بقى ايه علشان اشيلها، اشيلها في الفريزر. حاضر، اشيلها متقطعه ما اشيلهاش كده. اشيلها متقطعه ازاي؟ كده اهو يعني كده كده، انا مثلا هاخد دي على ثلاثه كده اهي كده، ارولها زي ما بعملها كده تمام بس كده. يبقى انا هشيلها في الكياس بالطريقه دي، اجي احشي بقى خلاص راح افك كده بعد ما اسيبها طبعا تسيح خالص، وابدا ان انا الف المحشي كده واقطع الف واقطع بس كده، فبحتفظ بيها في الفريزر بالمنظر ده كده خلاص. طب اوكي بس كده، انا هشيل بقى دول اخزنها وشويه هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، دلوقتي هنعمل مع بعض شوربه بتنجان. شوربه بتنجان ازاي؟ طبعا انا محوشه لكم شوربه لرمضان قد كده، كل يوم نعمل حاجه شكل، بس قلت لا برضو ايه الشرب دلوقتي مهمه قوي في الدنيا الساقعه بقى، الدنيا تبتدي تسقع برضو زي محتاج شوربه العدس، ممكن احتاج اي شوربه خضار تانية، فمنها شوربه البتنجان دي خلاص. انا بس عايزه اقول لكم هنا ايه بدات الميه تغلي اهي، هبدا بس اديها الايه القشطه علشان تستوي معاها. مفيش حاجه نقلب فيها، ممكن ايه حط حته قشطه كده، المفروض ايه على وش اللبن بتبقى احلى كتير من اللي شاريينها. يعني انت لو جبتي قشطه من على وش اللبن بتبقى طريه وحلوه جدا. اللي انا شارياها دي لا، انا بضطر احط لها شويه لبن او ميه افكها بيها كده شويه بس. وابدا اديها لها وهي بتغلي كده علشان تنزل لكل المحشي، هي خلاص هي هتتشرب اهي، بتاعت تتشرب شويه بس لسه فيها شويه ميه، فانا عايزه بس القشطه دي تنزل لكل المحشي كده تحت كده مع الميه اللي بتغلي دي، تدي بقى طعم خطير جدا. تحطيها في اي وقت على فكره، حتى لو نسيتي حطيها في الاخر ومفيش اي مشكله، كده كده هتسيح وتنزل مش حبان.
تمام. انا بس ممكن بحطها قبلها شويه صغيرين قوي. تمام ادي كده. نيجي بقى ايه نعمل شوربه البتنجان. شوربه البتنجان دي عباره عن بتنجان وبصل وثوم بس. بتنجان بصل ثوم، ممكن نحط لها طماطمايه. ناخد بتنجانه كده حلوه تقشريها طبعا علشان ما يبقاش فيها اي حاجه سمراء. ناخدها من هنا احسن. يعني باغلبيه الحاجه مش بنحب قوي ان احنا نقشر البتنجان، بس في الشوربه دي لازم تتقشر. يقولوا كان زمان ما حدش بيعرف يقشر البرتقانه تعبان زي الام، عشان هي كانت زمان احنا كنا زمان لازم نقشر البرتقانه زي التعبان. دلوقتي ما بيعملوش كده، لا يقطعوها بقى ولا يقشروا البرتقانه عادي كده وخلاص. انما التقشير، عارفين تقشير التعبان يعني ايه؟ احنا كنا بنلفها دي. كل حاجه زمان ما بتحصلش دلوقتي. لسه كنا عمالين نتكلم ايه دلوقتي الاطفال بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا على الموبايلات بس. فين لعب زمان احنا بقى اللي كنا بنلعبه؟ فين الاولى؟ فين المساكه؟ فين الكهرباء؟ فين العاب كتير قوي قوي الواحد كان فعلا ينزل يلعب ويتحرك ويجري. دلوقتي مفيش الكلام ده، هم اخرهم بيلعبوا هم قاعدين، موبايلات بقى، بلاي ستيشن، مش ما في يتفرجوا على حاجه في النت. انما فين لعب زمان بقى الاولى اللي كنا بنلعبها زمان، والمساكه واستغمايه؟ ما عادش بقت ايه، كل فين وفين بقى لما يحبوا يغيروا ويروحوا يتفسحوا في حته يعملوا الموضوع ده. لا ايام زمان كانت جميله، يا ريت يبدا الاطفال يعني نعلمهم يلعبوا. ممكن هم مش عارفين على فكره، نعلمهم يلعبوا ازاي. قولوا لهم انتوا العبوا مساكه بالطريقه الفلانيه، العبوا استغمايه، العبوا الكهرباء. محدش يمسك الكهرباء دي، الكهرباء دي اسمها الاسم لعبه. انت كنت بتلعب بوكس؟ لا ما تدبوش بعض. هذا كان بيلعب بوكس ونحله، بس النحله دي كانت خطيره شويه. معانا زينب، اهلا وسهلا. صباح الخير، ازي حضرتك؟ يا صباح الفل، ازيك؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه على الكرنب؟ اموري اتفضلي حضرتك. اما حضرتك بتيجي تعملي محشي جنبي شويه يعني ما وحضرتك حطيهم في الفريزر من غير سلق. لما تيجي تطلعيهم كانك سلقاه، مش محتاج يتسلق تاني. مش بيسمر؟ لا حضرتك والله. طب جميل يعني فوق وتستخدميه ولا بيتكسر؟ لا خالص خالص. جميل جدا، هجربها الطريقه دي. جربيها حضرتك، وبعدين يعني احسن صحيا الكرنب والقرنبيط كل العيله دي تتسوى على البخار. يعني قصدي حضرتك لو عايزه تسلقيه على البخار، لان بيفضل فايدته فيه احسن من الميه. الميه بيروح فيها كل الفايده. اي طبعا يعني اكيد طبعا بينزل يعني في الميه. يعني على البخار حلو جدا حضرتك. وبيبقى كده له قرمشه جميله. طب جميل جدا. واذا كان في وقت عندي وصفه رز. طبعا اتفضلي. بصي حضرتك، الرز الباقي انا بشيله في الفريزر. تمام. الرز الباقي من المحشي؟ لا لا، ولا اللي باقي من الرز؟ رز ابيض. رز ابيض. رز بشعريه، رزايه، رزايه، اي حاجه. جميل جدا. باجي بقى اجيب ايه؟ خضار. اللي هي بسلة، فاصوليا، جزر، أرنبيط اللي هو باقي من الحشو أنا بخليه، العروق، كل أصناف الخضار مع بصل. تكتري البصل وبصل أخضر وتشوحي قبل ما أنت تنزلي الخضار. خدي بالك حضرتك الخضار مفروض يبقى مقرمش، ما يستويش قوي. تمام. وبعدين بتبله بكل التوابل اللي انت عايزاها. تمام. مع الصويا صوص، مع باربيكيو صوص، مع سويت ان شيلي صوص، مع شطه، مع ايوه. وتقومي حضرتك بقى في الاخر منزله الرز ومقلباه بقى كويس قوي قوي، وتوطي عليه يتشرب من كل الحاجات دي. ده بيبقى صنف رز اكل جديد. لو حضرتك عندك حته لحمه باقيه، شويه عصاج، ممكن حته فرخه، ممكن يتحطوا معاه برضك. جميل جدا. في اكله انا اتعلمتها في اندونيسيا اسمها ناسي جورين، يعني الرز المقلي. ايوه جميل قوي. هي صوصات تقعد تديها طعم جديد والخضار معاها. حضرتك كانك طبخه اكله، وممكن ما تعمليش خضار. انا بكتر الخضار يعني تبقى كده باين في الرز. جميل جدا. لا طبعا كده مفيده طبعا، يعني كلها خضار مع الرز حلو قوي، وبتجمليها بالصوصات. جميل قوي، شكرا جدا ليك، تسلمي. شكرا طبعا، الافكار الجديده الحلوه دي جميله جدا. خصوصا لما اكون بحب اول حاجه ما تترميش، فلما تكون حاجه كده عندي واستعملها دي حاجه حلوه قوي.
بصوا كده ادي البصلايه والثوم بشويه زيت صغيرين وادي البتنجان ماشي، هوطي عليه قوي واغطيه كده شويه وهديله برده سنه ميه علشان ايه احافظ ان البصله ما تتحرقش او الثوم. انا بس عايزه ده كله يضرب في بعضه خلاص، انا شوحته كده على النار اهو، ابدا بس اديله شويه ميه ده كله يدبل مع بعضه بقى، انا عايزاه يدبل خالص. هحطلك شويه فلفل اسود بس، وخلي الملح بعدين تمام، واخلي ده كله يتهري مع بعضه حلو قوي. وهقول لك هعمل فيه ايه. معانا ام احمد، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا حضرتك يا. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. صحتك كويسه؟ الحمد لله الحمد لله، وعينيك ربنا يديك الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين، احنا وانت يا رب. امين يا رب العالمين. اموريني بعد اذنك، انا عاوزه ما يامرش عليك عدو، عاوزه بعد اذنك عاوزه الحواوشي اللي بالخضار، عشان انا في كام حلقه ليكي مش متابعاهم. طيب حاضر، حواوشي الخضار يا جماعه، حاضر. عينيا حاجه ثانيه اجير على الشاشه كده بعد اذنك. حاضر باذن الله، بارك الله فيكي. شكرا جدا ليكي وربنا يديك الصحه. حواوشي الخضار يا جماعه، حاضر. هقطع طماطميه كمان ازرعها بتنجان كده، طماطميه واحده بس مش هكتر. انا مش هحط لها سوائل كتيره، شويه ميه شويه شوربه صغيرين. بعد كده بقى لما اخلصها خالص هحط لها الشوربه اللي انا عايزاها بقى، بس انا كده عايزاها ايه تتهري كلها مع بعض، البصله مع التومه مع البتنجان هو الاساسي والطماطميه واحده بس، وانا هحط شويه ميه تهري. ممكن اديهم كمان شويه شوربه كمان بس ما كترش قوي، عشان ايه انا بعد ده ما يخلص خالص هضربه في الخلاط، فمش عايزه الخلاط ياخد مني كميه كبيره، يعني مش عايزاه اقعد احط كذا مره في الخلاط، لا هي مره وابدا ازود شوربه بعد كده زي ما انا عايزه. طب نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي الخضار معانا على الشاشه، يا ريت تصوريه. هنعمل دلوقتي وردات العجينه باللحمه، وردات عجين باللحمه. ازاي هعمل عجينه واعمل لها؟ خلاص اوكي هما صوروه. طبعا كل الخضار الحشو ده بيتدبل على النار، وبعد كده احط له في الاخر الجبنه الرومي تمام. نيجي بقى هنا دلوقتي هنعمل مع بعض حواوشي اللحمه بالخضار خلاص تعالى نعمله دلوقتي. هنعمل وردات الخضار باللحمه. انا عندي حته لحمه صغننه خالص كده، وردات العجين. هنعمل الحشوه قليله، يعني مش هعمل حاجه كتير، حته لحمه صغننه قد كده ربع كيلو واقل هتعمل لي حاجه حلوه جدا. بس الاول هبدا ان انا دلوقتي اعمل العجينه. عباره عن ايه العجينه؟ هي معانا على الشاشه 4 كوبايات من الدقيق، ربع كوبايه من الزيت، معلقه من السكر، معلقه من الخمير، معلقه كبيره ومعلقه كبيره، ورشه من الملح، وهنعجن بميه عادي خالص ماشي. هنحشيها ايه بقى الحشوه دي؟ ولا حاجه، اللحمه المفرومه دي هحط لها بصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل العادي خالص بتاع اللحمه، وبعدين كده انا هعمل لها تسبيكه بالطماطم والثوم، دول هقول لك هعمل بيها ايه. بس الاول نعجن مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هتقضيه 4 كوبايات دقيق، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، رشه الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعجن بميه، ميه والزيت. ربع كوبايه الزيت ونعجن بالميه، عجينه عاديه خالص. يبقى كده العجينه دي عباره عن ايه؟ 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، رشه الملح، ربع كوبايه من الزيت، وميه للعجن. ولا فيها اي حاجه ولا مكلفه خالص ولا اي حاجه. ازود الميه شويه شويه. معانا الهام، اهلا وسهلا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ ربنا يديك الصحه يا رب على كل اللي بتعمليه. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. اموريني. ربنا يخليك. الله يخليك. انا اتصلت بحضرتك قبل كده. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منوره والله يا شيخ. ده انتوا منورين. ربنا يخليك يا رب. اسلمي. الله يخليكي. استاذن حضرتك ممكن ابعت اهداء؟ طبعا اتفضلي. ربنا يخليكي. بقول لام يوسف اختي كل سنه وانت طيبه وعقبال. طيب معلش كلمنا تاني. كل سنه وام يوسف طيبه يا رب ان شاء الله وربنا يخليكم لبعض. شكرا جدا ليكي. اهي بص بقى كده العجينه اهي. تمام كده كده عجننا العجينه. نعمل ايه تاني بقى؟ خلصت؟ خلصت. اسيبها تخمر طبعا. اسيبها تخمر. ممكن اشكلها كور واسيبها تخمر بعد ما اشكلها. نلمها بس كده. خلاص اتلمت. سيبها بقى عشان نشوف ايه نعمل ايه تاني. كده العجينة اغطيها واسيبها تخمر. تمام. نعمل لها بقى الايه؟ الحشوة بتاعتها. الحشوة دي اللي اتفقنا هي لحمة مفرومة. مش هسويها نية. لحمة مفرومة. ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وبصل. فقط لا غير. ولازم انعمها قوي. لازم انعم اللحمه قوي. يعني افرمها. انت جايباها مفرومه هتتفرم تاني. عشان كده مش هحطها انا ايه دفق كتير خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصوا بصلايه مقطعاها كده صغير او احطها اطحنها هنا زي ما انتوا عايزين. بس هي مهم انه يتطحن الاثنين مع بعض قوي. البصله مع اللحمه عايزاها ناعمه خالص. وادي اللحمه الكميه اللي انت عايزاها ربع كيلو اقل اكتر. دي حته صغيره. قرفه رشه. جنزبيل رشه اكبر. وملح وفلفل. بس المهرجانات دي كده. حاضر. نطحن بس دول. فلفل اسود. ملح. يبقى كده ايه؟ لحمه مفرومه وبصل وملح وفلفل قرفه وجنزبيل. ده اللي انا هحشي بيه. خلاص هنعمها زي ما انتم شايفين كده. ضربتها كمان مع البصل والملح والفلفل القرفه الجنزبيل. نعمتها خالص دلوقتي. بس انا هسيبكم في فاصل. هعصر الطماطم دي وهنرجع بعد الفاصل لكم هنعمل فيها ايه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى دي العجينه الخمرانه متقسمه كور كده عشان اوريك هنعمل فيها ايه. الاول انا عصرت الطماطم اهو زي ما قلت لكم والثوم. اجيب هنا بقى كده اعمل لها تسبيكه. هعمل لها تسبيكه اقول لك هعمل بيها ايه في الاخر برضو. بس الاول احطها على النار عشان تحت السابك معايا. ادي عصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. عصير الطماطم عليه الثوم مفروم. معلقه ثوم مفروم كده عليه. مش حمرتهاش. هي كلها خفيفه خفيفه. شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وشوية ملح وفلفل. تمام. ادي كده. اسيبها تتسبك خالص بقى. انا عايزاها تتقل. تتقل قوي. تمام. وانا عندي الشوربة شغالة اهي. هطفي عليها خلاص. يبقى اهي كده اتهرت. اسيبها تبرد عشان اضربها في الخلاط بقى واحط الشوربة اللي انا عايزاها واعمل قوام الشوربة اللي انا عايزاها. شوربة البتنجان. نيجي هنا بقى كده نمسك كوره كوره من دول. ما حتى شلت في بعضها كده.
انا مثلا عايزه اجيب ايه؟ اجيب صينيه صغيره خالص، اي طبعا صينيه عندك بس يكون ليها صور شويه. دي هتبقى شبه ايه عارفين؟ إيه شبه شويه خليه النحل بس بوردات بقى، بوردات الايه؟ اللحمه دي. معانا اماني، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، صباح الفل. يا صباح الفل عليك، ازيك؟ الحمد لله. زي الحمد حضرتك. لله ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا قلت لحضرتك على البسبوسه، حبيت بس اتصل اقول لك ان انا صلحتها. الحمد لله ظبطت المره دي. والله طيب الحمد لله. تسلم ايديك. تسلم ايديك يا حبيبتي. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا جدا ليكي ولذوقك، طبعا انك اتصلتي بينا، دي كفايه ذوقك بصراحه، شكرا جدا. اهي كده مثلا هنعملها كلها ايه؟ طبعا انا كده سبتها تخمر زياده عشان كده لزقت في بعضها. شوف بس تجيب، بص حته اللحمه انا فرمتها حلو قوي، نعمتها زي ما انتم شايفين، بس عايز اعلي على الصلصه. هجيب صينيه. طيب ممكن احطها هنا، انا عايزه اصغر حاجه بس عشان الحق اعملها، فممكن انا احطها هنا كده ماشي. اي صينيه، صينيه مدوره دي، صينيه عاديه، اي حاجه. اجيب بس كده شويه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا منى، اهلا وسهلا. الو. الو، ازيك يا منى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا من الحاجات اللي حضرتك بتعمليها، بس عايزه سؤال. اتفضلي. انا بعمل الفينو بس دايما بيبوظ مني، فانا عايزه المقادير بتاعتها مظبوطه، لان عندنا المكان اللي بيعمل فينو مش حلو خالص. طب حاضر، هشوفها لك. حاضر عينيا. بصوا كده، ابدا ان انا ايه اعملها طويله كده بالطول. خلاص انا بس بريحها عشان طبعا بعد انا ما شكلتها كده تاني تبدا تمط معايا، فابدا ان انا ايه كده، مش هعملها مدوره، انا بعملها طويله. اريح اول ما نلعب في العجينه هتلاقيها تبقى عامله معاكي زي الاستك. وريح، هو كله اتعمل مره واحده. تمام، عايزه اوريكي بس هنعمل فيها ايه. نجيب اول واحده نجيبها تاني ونفرد بقى قوي، انا عايزاها ايه رفيعه. ليه رفيعه؟ عشان اعرف اشكلها براحتي بقى ايه، ورده زي ما انا عايزه كده. بص كده اهو. تمام. معانا نادي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام النجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت، اخبارك؟ تسلم ايدك، الله ينور عليك. الله يخليك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا بعمل كل حاجتك بصراحه بتطلع زي الفل، تسلم ايدك فعلا. الله يسلمك، الله يكرمك. وكفايه علينا ضحكتك الجميله في وشنا كلنا. الله يكرمك يا رب. جدا على كل حاجه بتعمليها. تسلمي. ممكن ابعت اهداء بس لابني عيد ميلاده النهارده؟ طبعا اتفضلي. الله يخليكي، هو اسمه روماني عماد، في اعداديه السنه دي، والنهارده عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب وربنا يجحولك. هو طيب. ميرسي ميرسي يا مدام نجلاء، جدا ومتشكرين على كل حاجه، بس بنوصيكي برضو على الاكل الصيام يا مدام نجلاء، الصيام داخل. قولوا لي بس فكروني، معانا ريمون هنا فكرني. حاضر عينيا. يوم 25 باذن ربنا. ان شاء الله على خير، ان شاء الله. شكرا ليك وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جدا. بصوا كده بقى، ادي كده اللحمه هنا، وابدا انزلها هنا كده ماشي. نعمل الثانيه. معانا هدى، اهلا وسهلا. اهلا، ازي حضرتك يا شيف نجلاء؟ ازيك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. من فضلك يا شيف نجلاء، كنت عايزه استفسر مع حضرتك على حاجه. اتفضلي. كانت شيف سالي بتعمل البودنج عشان يبقى مفيد للاطفال، كانت بتحط عليه بيضه كامله.
ونشا طبعا عشان البيضه ما تكلكعش وكده, وكان وبتعمله ككودينج. فانا بناتي مش بيحبوا البيض خالص, مش بيفطروا ولا بيحبوا الجبن. فانا بعمله لهم في البيت كبودينج, وفي نفس الوقت بعمل زيه الصبح عشان هم مش بيحبوا يفطروا. فبعمل لهم هوت شوكليت, بس بحط عليه البيضه كاني هعمل البودينج عادي, بحط عليه البيضه والبيضه, واتقل بقى اللبن عشان يبقى سائل اكتر بحيث يعرف يشربوه. طب جميل. هل ده مغذي وهم كده وصلت لهم فايده البيضه ولا؟ طبعا طبعا وصلت, طبعا باي صفه من الصفات وصلت طبعا طبعا. شربوه. لا طبعا ان شاء الله يعني على خير. شكرا جدا ليكي. البيض يعني عايز اقول لك البيض باي صفه من الصفات هتوصل لهم, حتى لو حطيتيها جوه رغيف عيش عجين وصلت لهم. فطبعا ان شاء الله يعني ما تقلقيش. شفت عملت ازاي ديت بقى؟ خلاص الورده اهي, ابدا اعمل بقى كل الورد بالشكل ده, كل الكميه دي بالوردات اللي انا عملتها دي. بس انا بحب بقى, بص هوريكي دلوقتي بس هعمل فيها ايه. بفتحها شويه وادي حته اللحمه نيه اهي, مش معصجه ولا حاجه. وبعدين بصوا بعملها رفيعه قوي, يعني بعملها ايه رفيعه خالص اهي كده. عشان كده قلت لك انا عايزاها ناعمه عشان تفرد معايا حلو كده اهي كده اهو. واطبق عليها دي كده بس امسح ايديا. والفها كده, اوسعها كده شويه عشان تستوي برده من جوه, واوسع عن بعضها شويه كده اهي. اعملها شكل ورده كده, اوسعها كده تمام. دي برده حلوه قوي للمدرسه, يعني لو اخدوها الاولاد بس من غير ما احط لها صلصه. انا هحط لها صلصه في الاخر, دي ممكن تبقى غدوه. انا هوديها المدرسه؟ لا نوديها المدرسه زي ما هي كده. ارفع قوي طبعا. بتبقى طبقه العجين دي اللحمه رفيعه, فما تقلقيش هتستوي. سواها ازاي من سوا؟ لا طبعا هتبقى سواها لان هي رفيعه قوي, طبقه رفيعه اصلا, فهتستوي مع العجين عادي خالص. بس وسع كده, بس شويه نوسع على الورده كده كده. انا عايزه بس ايه حتى اكمل الصينيه دي بس كده. العيش الفينو معانا اهو, يا ريت تشوفيه. طبعا اهم شروط العيش الفينو زي ما اتفقنا قبل كده, بتعجنيه حلو وينسيبيه يخمر, وبعدين تشكليه, وبعدين تروحي حطاه في الصينيه اللي هتخبزي فيها وتسيبيه يخمر تاني لازم, وبعدين تخبزيه بدرجه حراره عاليه, لازم يبقى الفرن عالي. لو الفرن هادي هتلاقينا الشيف لك الايه, هتلاقينا الشيف لك العجين, لازم تبقى درجه الحراره عاليه. وبعد ما يستوي هتطلعيه وهتروحي ايه مغطياه, لازم يتغطى ماشي اهو كده. طب ارفعيها خالص من اللحمه كده. والفها زي الورده. افتحها كده تمام. فاضل ايه؟ اتنين كمان بس, اتنين كمان وادخلها الفرن تستوي. زي ما قلت لك لو هتروح المدرسه او تروح اي شغل او تروح تتنقل من مكانها يعني من البيت, ما تحطلهاش صلصه. انا هحطها للبيت دلوقتي, لا التسبيكه دي هحطها لها وهوريك هحطها لها امتى. فممكن كده اتنين على الصينيه دي كفايه كده.
بصي لحمه قليله ازاي، يعني ربع كيلو هيزيد منه كمان كتير يعني. كده والف زي الورده كده. اخر واحده وادخلهم بقى الفرن. طبعا الاحسن انك بتسيبيها تخمر الاول شويه كمان مكان ما شغلناها كده، وبعدين ندخلها الفرن. ما فيش وقت زي حالاتي كده خلاص هندخلها وخلاص، بس هو الاحسن ان هي تستنى تخمر الاول. تمام كده. اوسع كده. تمام. هدخلها بقى الفرن ايه؟ تستوي. احسن تسيبيها ربع ساعة 10 دقايق وبعدين ندخلها. عشان مستعجلة عليها. نيجي بقى هنا شوربة البتنجان اهي. استوت خالص، ابدا ان انا ايه اضربها في الخلاط وخلاص هي على كده خلصت. معانا انجي، اهلا وسهلا. صباح الخير منك. يا صباح الفل، ازيك؟ الحمد لله. فين المناديل يا ولاد؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا اتفضلي. في توابل كده اسمها سوماك، بتستخدم في ايه؟ توابل ايه؟ سوماك. السماق؟ اه السماق ده لا بيستضيف حاجات كتير جدا، بنعمل منها كبده فراخ، بنعمل منها بنحطها على سلطه، في حاجات كتير قوي. بس حاضر عينيا يعني هزود لك استعمال لان هي مهمه جدا. ماشي، شكرا ليكي. نيجي بقى ايه شوربه البتنجان. انا عملتها اهي، بصوا البتنجان اهو اتهرى معاها طماطمايه، عملت بتنجانه كبيره معاها طماطمايه معاها بصله معاها توم، شوحت البصل والتوم كده ونزلت معاه بتنجان مقطع ما عملتش فيه اي حاجه ثانيه، ويا دوبك شويه ميه عليه او شويه شوربه، وخليتهم لغايه ما تهروا خالص كده. اجي بقى اروح حطاهم في الخلاط وحاطه معاهم الشوربه اللي انا عايزاها، وكده بقت شوربه بتنجان في منتهى الجمال. حابه ترجعيها على النار تاني تغلي غلوه، انما هي كده حتى لو مش هترجعها مفيش مشكله، هي كده خلاص استوت. هاتي كده شوربه الباذنجان، ازود لها الشوربه اللي انا عايزاها. مش عايز الحبه هننزل، استنى بس كده. تمام بس كده. طبعا انا بقى وانا بشوفها هشوفها هي هتعوز ايه، تقيله ولا خفيفه. طبعا انا بتقلها الاول وبعدين ابدا اخفها، انا مش عارفه اتقلها تاني. معانا ماجده، اهلا وسهلا. يا ماجده. ايوه اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك؟ انا كنت بخير يا حبيبتي الحمد لله. انا شاكره جدا على الحاجات الجميله اللي بتجيبيها بتعمليها، والله حاجه جميله جدا. تسلمي ايديكي. الله يخليك، الله يكرمك. كنت عايزه انا في حلقه من الحلقات كنت قلتي ان ممكن كريمه الطهي تبقى عباره عن اللبن في دسم شويه في جزء قشطه كده ومعلقه دقيق ونضربها في الخلاط. أيوة فعلا. تمام. تمام. دي ممكن استخدمها كريمة طهي عاديه لاي كريمة طهي مش لحلويات. كريمة طهي. مظبوط. تمام. عشان تبقى طبيعي. طب أيوة. في حاجه ثانيه بعد اذنك. اتفضلي. في انا ضعت بطاطس مسلوقه وزي ما تكون خارجه من المفرمه مدوره كده، ومحطوط عليها الجبنه كده مش عارفه سايحه كده بتسيح عليها وهي سخنه. هي دي مسلوقه عاديه بس مسلوقه ومبشوره. مسلوقه ومبشوره بس فيها ريحه بصل، فيها حاجه كده طعمها جميل. توم يعني. توم ممكن توم؟ مش عارفه الحقيقه، انا دقتها جاهزه زي اللي نازله من المفرمه مدوره كده وعليها الجبنه سايحه. طيب هشوفها لك. حاضر عيني. حاضر هشوفها لك. طرق برضه كتير قوي. هذا
حاضر. بصوا بقى ناعم قوي الشوربه دي، ناعم قوي يعني، ما خلاش زي بابا غنوج كده تقيله، لا هي كده شوربه فلازم تبقى خفيفه، فالسمك ده بتاعها حلو قوي. اوكي عايزه ايه؟ بس كده. طب هطلع في فاصل وهجيب سلطانيه واغرفها في الفاصل، فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى ادي المحشي، طبعا شفتوه من بقالي فتره بس كنتش فاضيه ان انا احكي لكم عنه. انا بس حطيت قشطه على وشه عشان يتعرف ان هو محشي بالقشطه، عشان احنا عامله كذا طريقه محشي. ماشي، انا طبعا حطيت زي ما انتم شفتوا القشطه على وشها، مش على بعد ما تطلع، لا بس دي عشان بس علامه خلاص. طبعا عايزاكم تدوق وتقولي الفرق ايه. وطبعا زي ما قلت لكم القشطه على وش اللبن، يا اما لو اشتريتوها لازم تخفوها زي ما انا خفتها وبعدين احطها على وش المحشي في الاخر او في النص كده شويه بعد ما يتشرب شويه، هتلاقي كل المحشي شرب منها واداها طعم حلو جدا. وادي الشوربه اللي لسه عاملاها من شويه، شوربه البتنجان، شبه اخف من شوربه العدس. اوكي اخف من شوربه العدس. نيجي بقى دلوقتي نعمل البسكوت ده. طلعت لكم من دلوقتي عشان بس الوقت خلاص خلص، فبس لازم اعمل لكم بسكوت. ده بسكوت حلو جدا تاكل مع الشاي. عباره عن ايه البسكوت ده؟ كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه الايه الفانيليا، ورشه الملح بس، ولا حاجه تانية. اهي بصي كده كوبايتين دقيق، ده يعني بسكوت سهل جدا وبسيط. انا بس حبيت اوريه لكم عشان اللي بيحب يعمل حاجه للمدارس او للشاي كده بعد الظهر او للشاي الصبح، حتى لو مستعجلين مش لاحقين تفطروا. انا بس عايزه اوريكم دي الاول دلوقتي كده قبل ما ابدا في البسكوت ده، عشان كنت اسكر فوطه عشان كده. اهي كده دي الورده اهي، والطماطم اتسبكت. هجيب لها الطماطم المسبكه دي كده، بس ودخلها الفرن تاني تتشرب شويه في الفرن وخلاص على كده. حبه صغيرين في الفرن كده قبل ما اخلص ان شاء الله هطلعها لكم. طيب ده كده عارفين حاجه هتبقى قريب من الحواشي الاسكندراني شويه، قريبه منها مش هي بس، يعني بديكوا شبه منها، لان هي وردات عجين فيها لحمه مفرومه استوت الاول، وبعد كده عملت لها صلصه للمتوم، حطها على وشها ودخلتها الفرن تاني تتشرب، بس مش كتير، مش عايزاها تبقى يعني ماهيه كده، لا ماسكه نفسها برده حلوه، بس مطرياها شويه بالصلصه اللي عملتها بالتوم. طب نيجي بقى نعمل بسكوت السهل خالص ده، قلت ان شاء الله اوريه لكم عشان يعجبكم ان شاء الله يعني وتجربوه. كوبايتين الدقيق، عليهم نص كوبايه سكر، عليهم فانيليا، عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره، عليهم رشه الملح، اقلبهم مع بعض كلهم كده. كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر، فانيليا 2 باكو فانيليا، رشه الملح، حط ايه نص كوبايه زيت، نص كوباية لبن، وأعجنهم في بعض. بس خلصت ولا أي حاجة تانية. نقول تاني، كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، عليهم نص سكر، نص زيت، نص لبن، أهي مقادير مفيش حاجة خالص، نص نص نص، كوبايتين دقيق، نص زيت، نص سكر، نص لبن، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واتنين باكو فانيليا، ورشة الملح. مقادير بسيطة هنعمل منها حاجة حلوة تعجب الأولاد، للمدرسة، للمذاكرة، للبيت، لأي حاجة. كده اهي عجلت في منتهى السهولة، اهي خلاص خلصت ولا عايزة أي حاجة، مجرد ما تتلم اهي. اشيل بس الحاجات دي كده عشان ايه نبدأ نفردها مع بعض. وكمان تشكيلها برضو نقيت ابسط شكل، احنا ممكن حاجه سهله كده خالص. عشان نسهل على نفسنا ما نعملش شغلانه.
طبعا اوعى تكون الصينيه مبلوله وتحطي فيها، هنا تلاقيها لزقت على طول، لان الميه هنا مع العجين بتبقى عامله زي الصمغ. نجيب سكينه، نجيب شوكه، نفردها قوي كده. الكوبايتين دقيق هيعملوا لك حبه كويسين على فكره، البسكوت مش قليلين يعني، كوبايتين الدقيق دول لا حلوين هيعملوا حبه كتير. كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه الملح، واتنين باكو فانيليا. ادي كده البسكوت. نيجي بقى هنا كده اساوي بس الحروف. معانا يحيى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله، زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت عايز اسالك على البسكوت ده. اتفضل. ممكن تحط له بيض ولا لا؟ لا ده من غير بيض، ساده خالص، بسكوت للشاي كده بس. لو حبيت تحط له بيض يبقى هتقلل اللبن خالص، او زبده ولا حاجه، ولا هو طريقته كده؟ ده طريقه بسيطه جدا دي، عندنا طرق كتير بالزبده وطرق كتير بالبيض، بس انا عملت ابسط حاجه بحيث اي حد ممكن يعملها في منتهى السهوله. انما عندنا في بسكوتات كتير بالبيض وبالزبده وحاجات كتير قوي، بس دي بسيطه خالص اهي. كوبايتين دقيق، نص كوبايه زيت، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، نص نص نص، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة الملح، ماشي، وإيه، واتنين باكو فانيليا. ونقطعها بقى زي ما احنا عايزين. انا عايزة اطلع بس في الفرن كده، خلاص كفاية عليه. يتعجنوا تاني. معانا زياد، اهلا وسهلا يا زياد. الو، ازيك يا زياد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ايه اخبارك يا زياد؟ طيب كلمنا تاني. بص انا عامله رفيع قوي هنا، ممكن تعمليه رفيع زي ما انا عاملاه كده، ممكن تعمليه سميك شويه هيطلع بالشكل ده، بس ده هيطلع رفيع قوي معانا، فهي زي ما انت عايزه. حابه تعمليه ده يطلع مقرمش اكتر، ده اطرى شويه. انا عامله لك كل ده، بص منك كده كده هنعملها تاني، ماشي. ممكن اطلع في الفرن بس بقى. اهي كده حلو قوي، العجينه شربت من الصلصه وبقت طريه. يبقى كده عملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا مع بعض النهارده محشي الكرنب اللي حطينا له جزر كتير جوه الخلطه، وعملناه بالقشطه، تمام؟ ده دي الحاجات اللي فيه شويه، احنا سلقناه مع بعض وعملنا له القشطه على وشه، وحطينا فيه جزر حبه كتيره جوه الخلطه، تمام؟ هحط دلوقتي، هستوي بسرعه جدا، خلي بالكم يعني سريع جدا ان هو بيستوي. نجيب بقى هنا، اطلعها بس في طبق كمان عشان تتفرجوا عليها برضو. تهدى ثواني. عملنا ايه مع بعض كمان؟ شوربه بتنجان، جبنا بتنجانه كبيره،
حطينا لها بصل وثوم شوحناهم على النار شويه مع البتنجان قشرناه وقطعناه مكعبات كله تشوح على النار مع بعضه، وبعدين رحت ايه مع حبه ميه صغيرين او حبه شوربه لغايه ما استوى خالص اتهرى، ضربتهم في الخلاط وزودتهم الشوربه المناسبه. انا عايزاها تبقى اخف من شوربه العدس شويه، وقدمتها بالشكل ده. دي ممكن تبقى اكله لوحدها هايله جدا. وادي البسكوت اللي عملناها بعض لسه حالا دلوقتي، وادي وردات سخنه جدا جدا. انا عايزه برده اقطع لكم واحده. بسم الله الرحيم. كده ادي كده الايه، انتوا خليكم انا هعملكم تاني بقى. دول زي ما قلت كده كوبايتين الدقيق بيرموا معاكي في البسكوت ده اللي عملناه من كوبايتين الدقيق ونص كوبايه سكر ونص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزيت ومعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه الملح والفانيليا. عجنتهم وفردتهم وقطعتهم وشكلتهم بالشوكه تمام بس كده. طب نيجي بقى الوردات اللي انا عملتها دلوقتي، الوردات اللي انا عملتها من الايه باللحمه المفرومه. انا عملت عجينه عاديه خالص عباره عن 4 كوبايات دقيق، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره ورشه الملح، وعجنتهم بالميه. بعد كده عملتهم كور، فردت كل كوره زي ايه بيضاوي كده. لحمه جبت لحمه مفرومه، فرمت معاها بصل ملح وفلفل قرفه جنزبيل بس، بصل لحمه مفرومه وبصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، ونعمتهم او خلطتهم، خليتهم ناعمين جدا. مسكت العجينه دي فردتها، فردت عليها اللحمه المفرومه، عايزه اقطع لكم واحده تمام، ورحت لفها زي الورده، عملت لها تسبيكه بعصير الطماطم والثوم والملح والفلفل تمام. بس كده نقطع بس واحده ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا كده اللحمه من جوه عامله ازاي، مستويه طبعا اهي. خليها لكم واحده متنيه واحده عدله. بس كده كده خلصت حياتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء. Thank you.